خويا معاذ هما اللي ماكلاو ملقاكم الماكلة تاع حياتي اليوم، أحسن مبادرة وأحسن نهار عرفتو هو هذا المشتاق ذاتي تعاون مع الناس اللي عندهم في تمارس الكبات الحوانت جوع بطاطي التوشو الحلاج والكحولة، كنت نحييهم بزاف تنحييهم بهذه المبادرة وترى إن شاء الله غادي نعاود نجيب بحال هكا حتى كان واحد في المنطقة، إن شاء الله غادي نفرقوا الضوء ونخلي الكلمة لخويا معاذ. السلام عليكم ورحمة الله، معكم خوكم مول الماكلة. أنا جيت سعداء اليوم حيت شرفنا الضيف هذا ديالنا بالتحدي حتى هو من بين الناس اللي حلوا التحدي، والحمد لله بجينا ب 20 واحد دابا راه الحمد لله ولينا 40 50 حتى 50 واحد في النهار. هادشي بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ومن بعد بفضل المحسنين، المحسنين اللي راه تيتعاونوا معنا صراحة الله اللي يا بالقليل يا بركه. المهم هذاك الشيء اللي تيجيبوا لنا حنا راه الحمد لله ما كرهناش، يزيدوا المحسنين يعاونونا باش نستمروا في هذا التحدي هذا، حيت الناس راه محتاجين كما تنقول انا ديما، راه الناس محتاجين. هنا راه في هذه الحياه الشعبيه الناس راه كاينين واحد بعض الاسر ما عندهمش، وحنا هادشي هذا اللي بينا حنايا، حنا بينا نوصل لهم، حيت دابا في رمضان كما تعرف الجميع راه كاينه وجبه اساسيه هي تاع الفطور، يعني الناس كل النهار كامل صايمه علاش على الفطور، كاين اللي ما عندوش باش يفطر، واخا واحد دابا قاعد في الدار تيلقى باش يفطر تيقول ويلي هاد الناس تيهضروا تيقول ما كاينش، راه كاينه واحد الفئه ما عندهاش باش تفطر. حنايا الحمد لله دابا ولاو تيستافدوا معنا اسر، وتنتمناو هاد التحدي يستمر ويولي على يمشي في ربوع المملكه كامله، علاش لا؟ هاد التحدي انتشر وتنتحداوكم، حنا دابا العزاوي اللي تيشوفونا وهداك الشيء تنتحداوكم، وهادو هما التحديات خليني من التحديات تاع هاد الحامضين هاد الهضره الخاويه. وشكرا بزاف وساندونا الله يرحم الوالدين عاونونا، وتنوجه الكلمه للاخ معاذ الصديق ديالنا حتى هو فاعل معنا في هاد الخير هذا، ولد الحومه من ولاد الحومه الحقيقيين. السلام عليكم، ولكن حنا اللي باقي لينا هو ان الاخوان يزيدوا يتفاعلوا مع المبادرات هذو، لاننا حقيقه كاينين الناس هنايا محتاجين للمساعده، ممكن شي مات ديال طبعاً ربما تكون شي حاجه بسيطه هي معنويه، ونطلع لهم المبارك وتحياتي لكم ورمضان مبارك.